لانه اذا غرز الغداء عليه. اهلا يا مالك. مالك شوف البحر كيف سوى فينا اليوم، كيف سوى فيك اليوم. اليوم اليوم الغداء مندي لحم. ليش؟ يعني احنا في البحر وناكل لحم عادي. لحم وسمك كل شيء. بس تخيل مين اللي حيدفع؟ من انت؟ خلاص هي اسمع اسمع اسلام. امامك تحدي اسلام، حتنفذه يا مالك؟ على الله. الغداء علي انا وعماد. اذا نجحت فتحت. اذا نجح. واذا خسرت فالغداء والله انه عليك. اتفقنا يا ذا البلوه. اتفقنا. ما خلى واحد ثاني غير الغداء. اسمع لا خلى حاجه غير الغداء. دكتور خلاص لحظه اقول لك، قال خلي حاجه. اقول لك لا صلي علي. اللهم صل وسلم. مش ان انا اغطيكم انتوا الاثنين، اغطي الطاقم بس. انا داري انه غداهم قليل مش زي ما انتوا. لا 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 لحظه دكتور صلي. احنا متزنين على الغداء واحنا ما فيش مننا شيء الصد. طيب اذا نجحت في التحدي نجحت، اذا فشلت 5 ايام تمتنع منعا باتا عن القات. يا سلام وانا موافق. والموج جاء. الموج جاء وانا موافق. يا الف مرحبا. اسمع التحدي كالتالي. ايش؟ انا بحسب لك 5 دقائق. سلام. الصيادين عندك كلهم من ابناء المهره. ما فعل ما غطيهم كلهم. لا لا اسمع ايش تعمل؟ ما تطلب منهم يعلموك تعد من 1 إلى 15 تحفظها خلال 5 دقائق بالمهري. بالمهري. حاضر. الشرط الثاني ممنوع تاخذ من الشخص اكثر من 3 ارقام، يعني تاخذ 1 2 3 من 1 4 5 6 من 1. الشرط الثالث يعني معك 5 انه بالترتيب الاول احفظهم. ماشي احفظهم وخلاص. ايوه احفظهم بالترتيب. سال يا عماد خليه يحفظ من 1 إلى 15. احمد معك انت الرقيب عليه 5 دقائق. يا رقيب الله. وها تبدا من الان. يلا 5 دقائق اجري. والله 5 دقائق. خلاص خلاص قدم تحدي في 5 دقائق. يلا روح جري جري. يلا جري يا عماد. يا مالك كيف اجري؟ كيف اجري في هذا؟ يا مالك الوقت مغرس لك تحسب لو ما لقاهم. حسب الوقت انا مالي دخل. يا اخ لو سمحت. لا بس حاجه، سؤال بسيط. اشتري منك خدمه، تحدوني في 5 دقائق اني اجيب من 1 إلى 15 باللغه المهريه. طاطيره تغطيط ربوط خمه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف حالك يا غالي؟ خير الحمد لله. طبعا عملوا معي تحدي على اني اجيب من رقم 1 إلى 15 بالمهريه. صاحبك الاول جاب لي 5 ارقام اللي هو طاد تروح غرطيت ربو خمو. قلت لي 6 و7 و8 و9 و10. اتيت يبيت 8 سيت 20. شكرا. باقي 5. السلام عليكم. كيف حالك يا غالي؟ طبعا معنا تحدي انه تعلموني اهل المهره. طبعا انا من صنعاء. تعلموني اهل المهره من 1 إلى 15. اشتريت وطاط. ايه اشتريت وطاط. اشتريت وتره. اشتريت وتغطيت. اشتريت وربوت. اشتريت وخمه. ان شاء الله اكون حفظتهم ويا رب سترك. يلا نشوفها الدكتور عماد. جاهز يا مالك؟ باذن الله باذن حياك. يلا هيا نعد الحكم. يلا والحكم الان عرفنا عليه. سيد حمدان. ايوه يا مرحبا. بس نحتاج مايك المخرج استاذ خليل حبيبنا. يا استاذ خليل يا سلام تفضل. تعال تعال. لا تطلعش في التصوير. تعال بتهرب مننا ليه؟ تعال بس. هو قرار ايه؟ انا مظلوم يغششني. انا ادي لك 10 ثواني بسرعه تحفظ، يعني تذكر له الارقام مره ثانيه عشان ننسيها. والله نسوني بحق الله. يلا بسرعه بسرعه بسرعه. ايوه تروح سريع. تيت ربو خمو اتي خميس جمعه 8 9 10. اتيت وتاه اشريت وتاه اشريت وترو اشريت وثريت وتاتيت ربو اشريت وخمو. يلا جاهز؟ يلا جاهز. جاهز. تعال جاهز. يلا انا ايش تسمع له هذا صاحبي. يلا 1 2 3. ها جاهز. يلا جاهز يا مالك. شوف ساعدناك بقدر المستطاع والرجال عمل لك كورس سريع. الغلط على طول. الغلط. ايوه كل غلط. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طاط ثرو ثري. لا سريع. غلطه. خديت خلاص. خديت ربوع خمو. الله نزل المكفى الماء. بسرعة الخمو. هذا الخمو خمو ها
عبد الله بريك قاعد في صوت والله صوت البحر غلط غلط هذه غلطة باقي لك غلطة ثمه لا غلط غلط الغداء ثمانية صحيح عشرين شريطيط 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 والله صح غلط والله غلط شريطيط لا غلط كيش كله 11 شريطيط شريطيط والله شريطيط شريطيط طاط شريطيط 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 رديت وعشرون الله قد بير خرط خرد يا جماعة مشاهدين الكرام أبصب بالعشرة الآن خسر الآن واحدة من ثنتين إيش غدا لي أنا وعماد صح ولا يأخذوك ثلاثة من الصيادين الآن يخلصوك يغطسوك في البحر ويرجعوك ماشي غدا وغطيك وعشي طيب اما غطس مش مشكله مش مشكله طيب مش مشكله من شيء بالحين الغطاس مكان اقامتنا اين هو واحنا اين يعني علم هذا الدولة كيف شفت اللغه المهريه لا والله اتمنى والله العظيم ما دام هي لغه من حقنا من بلادنا ايش الصعب إن غض هي شوف مش طيب حاجه صعبه لا تصدقوا ما في حاجه تعلمش انجليزي من 11 اوه ماي جاد يو كانت سبيك وذ مي يو كانت سبيك وذ مي نو نو Can tell me what about your ambition. ثقافتي فرنساوي. ودانجليزي يا مرسي. ودانجليزي. اعتمد عليه. طيب إذن ما دام خسر التحدي حبيبنا مالك نروح نتغدى. كل سنة وأنتم طيبين. الغداء علي. اشتهر بابا. انا اشتهر بابا.